أداء مجلس الأمة، يعني ليش قلت أنه يفتقد للمعارضة في كلام سابق لك؟ أنا قلت يفتقد للخبرة، والرقابة عنده يعني متدنية جدا، ليست للمعارضة، لا يفتقد للمعارضة والخبرة. طبعا الخبرة هو يوم المعارضة اللي سواء في ناس اعتزلت العمل السياسي او في ناس يعني قاطعت. نعم. هذه الخبره اللي موجوده يعني، وبالتالي يفتقد للخبره، يفتقد يعني يمكن تشريعيا هو ادى دور يعني للامانه تشريعيا ادى دور، لكن في الرقابه لا، انا اعتقد وضعه جدا يعني متدني. اكثر مجلس قدم استجوابات بالاخير، يعني مو قضيه الاستجواب، ترى الرقابه مو استجواب بس، اكو رقابه تحقيق، اكو رقابه المحاسبه.